صفقته فساد كبير في بناء المدارس بمحافظة كربلاء بعدما أزيلت المدارس القديمة بحجة بناء مدارس جديدة. ينتهي الأمر بالطلاب دون مدارس لا قديمة ولا جديدة. وصفقات الفساد جعلتها عبارة عن ركام تحت أشعة الشمس لتختفي ملايين الدولارات التي خصصت لهذه المدارس. دعونا نتابع المقطع التالي من محافظة كربلاء. ملايين الدنانير حرقتها أشعة الشمس، وكما تشاهدون تحولت إلى نفايات وركام، وحرم مئات الأطفال من المدارس. هذه المدرسة واحدة من عشرات المدارس في مدينة كربلاء. هدر للمال العام وفساد في أكمل الصورة. من المفترض أن الطلاب يروحون في مدارس قريبة عليهم، ولكن بعد تهديم هذه المدرسة بدأوا يعبرون الشوارع ويستهجوا. أنا حتى ما أخذ بالحديث هواية، اليوم راح نتناوله في تقرير مفصل على قناة آنيوز. والحجية نموذج للأم الموجودة في أحد مناطق مدينة كربلاء. الحجية احكي لنا شنو هاي المدرسة؟ الطلاب صار بيهم؟ هاي يوم المدرسة كل شيء ما بيها. إجوا ليها هدموها، قالوا نريد نبنيها. خذوا فلساتهم مشوا. وظلوا هاي الجهال. اليوم سجنونهم بالأهلية، الأهلية ما عندنا فلوس. دروا. يسجنونهم بالأهلية، الأهلية ما عندنا، المدارس بعيدة. قامت الجهال تعبر، الجهال اندعمت، تكتلت، تكسرت. الله وكيلك، هسه هذا ابن ابني أبوه حمال يحمل كراتين، الله يرضى، يطل أبو الخط كل 15 يوم يطي 15,000. أنت بالمدرسة وين تداوم؟ أنا داوم من مدرسة أبو أيوب الأنصاري اللي كانت هنا. عفوا، اجوا قلعوها، قالوا نريد نبنيها احنا. اصدقائك وين؟ اصدقاء اندعموا اصدقاء، يعني ما حد منعتهم.